السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم. أنا توجور من صفحة أثث الثقة، خوتي كما ودناكم أثث الثقة جوا الناس زينين خوتنا وناس كراما كما انتم، ورانا قاعلة وحدة خوتي، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على الجهد تاعكم خوتنا اللي راكم دعونوا فينا خوتنا. بون أحبابنا كما راكم تشوفوا فيهم جاونا من البتنا خوتي، ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، وهما يقولوا لكم المعاملة في أثث الثقة خوتنا. نبدأ بخويا، بسم الله. السلام عليكم. أثث الثقة ما شاء الله الاستقبال كلش ما شاء الله، ربي يبارك، ربي يحفظك، المعامله في كلش، والمحل عجبك ما شاء الله، ما شاء الله. نعم نسكنوا بعيد شويه، ربي يبارك اخويا، بعدتوا علينا انتم صح صح اخويا العزيز. ونزيدوا ثاني كلمه الاخي من اخويا، واش رايك في اثاث اخويا؟ ما شاء الله، ما تزيد ما تنقص خويا، هذا من قلبك من خويا. معامله ما شاء الله، ربي يحفظك، ساعدونا في البري وعطونا سلعه مليحه، الله يحفظك خويا، ومعامله ما شاء الله، لقينا رجاله بزاف اخويا، الله يحفظنا يا ربي سبحانه، شغل يبارك في حاجه تحلى خويا العزيز. شو وقت تروح تونغاجي في حاجه تحلى، ربي سبحانه ربي يسر، يسخر لك الرجال حتى انت وتحير كاع. دوك حنا تعاملنا معاك معامله خونا، يعني ما شاء الله وربي يحفظك، يعني كي شغل انت راك تقول فيها ماشي زعما شغل حنا رانا نزيدوا عليها. لا لا الحمد لله خاوتنا، نزيد الكلمه الاخي منا. والله هذا باديدو باديدو خويا العزيز، باديدو ناس والله ما شاء الله يسمى كما نقولوا حنا ناس كرامه، الثقه ثقه صح صح كما يقولوا بمعنى الكلمه ثقه، ربي يحفظك. اللي باغي يجي يعمر داره ولك شما اثاث الثقه خويا، انا من عندي اثاث الثقه يا خوتنا كيما راكم تشوفوا خوتي، يعني رانا كاع عائله وحده خوتنا. نخليك انت الاخير اخويا محمد، خويا محمد مهداوي اونسيا جوال، يعني راه معروف خوتنا ما شاء الله. خويا الفرحه نتاعي كي زرتونا نتوما، بلادنا عزيزه عليا بزاف، مدينه الحباب بزاف، وناس الله يبارك كرامه، وعندي حبابي بزاف رياضيين في مدينه باتنا. وحنا كيما يقول لك الحاجه المليحه اللي كيما يقول لك كي جيتوا لهنا وعاملناكم بالبيان وبعنا لكم كيما يقول لك باسعار مغريه لاباس، وتهلينا فيكم وراكم راح يراضين علينا، هذاك هو الصح وهذاك هو البليزير تاعنا. الله يحفظك محمد خاوتنا. بون كيما راكم تشوفوا يعني خاوتي رانا تهلينا فيهم خاوتنا، مازال نسحقوكم نتوما تزيرونا للمحل خاوتي، ونشكر يعني عمال اللي راهم وراء الشاشه خاوتنا، ربي يحفظكم الله يعطيكم الصحه خاوتي. ما عليكم غير بلي جام ولي كومونتير ولي زابوني بيان سور خاوتنا، ورانا في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه، ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. سلام يا رشيد اسيد حمد.